بداية الإسلام باعتباره نظرة ورؤية للكون له في العلم فلسفة، يعني فلسفة العلم في الإسلام تختلف عن الفلسفة المادية للعلم، وهذه يعني نراها في أكثر من آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فنحن مثلا حين نقول قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذه الآية نستطيع أن نستخرج منها عددا من الدروس، منها ما يخص سياقنا الآن، هو أن العلم فضل من الله تبارك وتعالى وليس انتزاعا انتزعه الإنسان من الإله كما هي الرؤية الغربية. الغربيون منذ أساطير اليونان أسطورة بروميثيوس يعتبرون أن العلم هو انتزاع ينتزعه الإنسان من الإله، وبالتالي كانوا يتوقعون وجود لحظة كلما ازداد فيها علم الإنسان توصل إلى تفسير كل ما في الكون فأمكنه بذلك السيطرة على الكون، حتى إن بعض مفكريهم مثل جوليان هيكسلي يتحدث عن لحظة يتحول فيها الإنسان إلى إله حينما يسيطر على العلوم. أما المسلمون فهم على خلاف ذلك. حينما نقول إن العلم فضل من الله ومنحة من الله، فنحن نلتمس بأداء هذا العلم وتعلمه رضا الله تبارك وتعالى وتقواه. فنحن لا يسوقنا مسألة اتخاذ العلم إلى أن نظلم الناس أو أن نحكم فيهم بالهوى أو أن لا ننصفهم، بل نحن متعبدون بهذا العلم أن نبذله وأن نتلقاه كما هو وكما يأمرنا الله تبارك وتعالى به، مأمورون كذلك ألا نحيف عليهم وألا نتبع الهوى فيهم، مأمورون كذلك أن نتقي الله فنعدل. ولذلك فإن الانطلاق من الرؤية الإسلامية هو انطلاق عاصم من أن يكون علم الغرب بالنسبة للشرق هو ثأر الشرق من الغرب. فنحن لا نثأر ولا نرد على علم الاستشراق بعلم استغراب، ولا نريد أن ندرس الغرب لأننا نريد أن نحتله أو نستنزف ثرواته أو أن نسيطر شعوبه كما فعل الاستشراق معنا، بل إنما ندرسهم أداء لحق الله تبارك وتعالى وواجبنا في أن نعلم بهم، لكي ندعوهم إلى الخير ولكي نتعاون معهم على الخير، حتى إذا وقعت بيننا وبينهم المواجهة لم يكن لنا أن نستخدم هذا العلم لا في ظلمهم ولا في اضطهادهم ولا في الحيف عليهم، وإنما نلتزم في علمنا وفي عملنا ما يرضي الله تبارك وتعالى.